في تيغرتس سنشاهد أكبر اسم في العالم بحوت الشرن الذي سيدخل الأرقام جينيس للأرقام القياسية. هذا العمل الجبار ما كان لينجز لولا مستر حسن إيد وحمان الملقب بالإعداد لاسم آخر كما تشاهدون. يعني باين ازاي؟ كل تربة ساعة كان نورس كل يبين صافي. يلا سير سير. يعني هنا في تيغرتس سنشاهد أكبر اسم في العالم بحوت الشرن الذي سيدخل الأرقام جينيس للأرقام القياسية. وهذا كله بتدشين مبارك مباركينه الذي استطاع بمفرده أن يجلب ويجلب كل هذا الحوت بقانون الجذب. فكما تشاهدون قد أتم اسم الداوي وما زال الحوت موجودا، ما زال الحوت فيه بركة. وهنا الفنان السيمبارك يريد أن ينجز هذا الاسم عن طريق تروت دي ماكس والسكيتشوب. والمهم هو أن يضيف له الإضاءة حتى يتمكن الكل من مشاهدته. هذا العمل الجبار ما كان لينجز لولا مستر حسن إيد وحمان الملقب بالحنش. الحنش انا كومبا فحتى هو فخور بتلميذه مبارك الذي استطاع أن يجلب كل هذا الحوت. هنا ما زال الشن باقيا وما زالت القبيلة في طريق الإعداد لاسم آخر كما تشاهدون. أما نقطة الداوي نقطة الإي فما زالت حرة، ما زالت حية، ما زالت تسبح في ماء البحر.